أكيود رشيد، نائب رئيس جمعية مهني تعليم السياقة بيكرة. من بين القطاعات اللي متضرة من الغازوال، من ارتفاع ديال الغازوال، بينهم أرباب مدارس تعليم السياقة، حيت حتى حنايا بحال جميع القطاعات اللي كيخدموا بالمازوت، حتى حنايا متضررين بالدرجه الاولى. علاش؟ حيت كنخدموا بالمازوت، الا ما عندناش المازوت ما يمكنناش نخدموا. اذا حتى حنايا كنترجوا الدوله حتى هي تدير بعين الاعتبار. ومن بين القطاعات اللي مهمشه صراحه، مهمشه، هي قطاع ديال تعليم السياقه. ما كيشوفوش فيه نهائيا، كيشوفوا في جميع القطاعات من غير القطاع ديال تعليم السياقه. اذا كنترجوا حتى حنا الدوله دير لنا واحد الدعم، ولو يكون بسيط. حتى حنايا متضررين بزاف. المداخل اللي كتدخل الدوله في هذا القطاع ديال تعليم السياقه ما كيدخلوا حتى قطاع اخر. بالنسبه اللي دار الحساب كيشوف واحد المدخول اللي كتدخلوا الدوله، هاد اللي كتدخل قطاع تعليم السياقه ما كيدخلوا حتى قطاع اخر. اذا كنترجوا حتى حنا الدوله دير بحسابنا وتشوف من حالنا حتى حنايا، وتحاول دير لنا واحد الدعم ديال الغازو. تقريبا كنا كنستهلكوا واحد 70 درهم، 70 درهم حتى 80 درهم. دابا تقريبا كنستهلكوا حتى 100 درهم للنهار. بالنسبه للانسان اللي كيخدم، اللي عنده الخدمه بزاف، كيستهلك حتى 100 درهم ديال المازوت في النهار. دامون احمد، مهني تعليم السياقه، نائب رئيس جمعيه النور لمهني تعليم السياقه بشتوكا ايتبها. اليوم حتى حنا بغينا نوصلوا الصوت ديالنا كمهنيين والناس اللي خدامين بالمازوت، وحنا راه متضررين بهذا الارتفاعات المستمره اللي كاينه في هذه الايام اللي كيعرفها، اللي كتشمل جميع ربع المملكه. حنا راه متضررين في هذه الزيادات، وبغينا نوصلوا صوتنا كمهنيين، وحتى حنا من بين الناس اللي خدامين بالمازوت. ما دامك هذا هو الاشكال، ما دام كاين الدعم، يعني حتى حنا بغينا نكونوا وسط هاد الناس اللي يستافدين من الدعم. كما كتشوفوا راه حتى حنا راه ما يمكنش ليك تحرك الطوموبيله والا ضروري تمشي للستاسيون باش دير المازوت. والفرق اللي كنلاحظوه، في هاد الايام بالنسبه داكشي اللي كنديروا بالمازوت قبل وفي هاد الاواني الاخيره، يعني راه كاين الفرق بزاف، وكاين الفرق بزاف بالنسبه. كاين اللي عنده 3 طوموبيلات، كاين اللي عنده 4، كاين اللي عنده 5، والناس راه متضررين بزاف هاد الاواني الاخيره. وكنطالبوا من الناس المسؤولين يعني يراعيوا جميع القطاعات اللي خدامين بالمازوت. معكم الناصري عبد اللطيف، رئيس جمعيه مهني تعليم السياقه والسلامه الطرقيه ديال الشوكه ايتبها. اليوم جينا نهضروا على قطاع تعليم السياقه، وما اصابنا متضررنا من الزياده في الغازوال. وبما ان عرفتوا مهني تعليم السياقه، حنا كنخدموا بزاف في الغازوال، لا الشاحنات ولا السيارات ولا الكيران ولا المطر. يعني المرشح من الضروري خصو ياخذ 20 ساعه كيف ما نصات عليه القانون ديال الوزاره، وباش يكون في المستوى حنا كنزيدوا اكثر من 20 ساعه. ولكن على حساب هذه الزياده تاع الغازوال حنا اصبحنا متضررين، وحنا كنطالبوا من الحكومه باش نكونوا حتى حنا نستافدوا من الدعم اللي دارته الحكومه. لان مادام حنا تضررنا، الا والمواطن حتى هو غيكون تضرر. وحنا كتلاحظوا السيارات من الصباح حتى العشيه وهي خدامه وكتخدم بالغازوال، ولا الشاحنات ولا الحافلات. يعني صابنا ديريكت هاد الزياده، صابت المهني تعليم السياقه. وبما ان عرفتوا المهني على الكاهل ديالو فبزاف لي فري. فمثلا في المؤسسه ديالنا حنايا كاينين 4 الموظفين اللي خدامين معنا هنايا في تعليم السياقه، وراه الديكلاريسيون تاع لا سينيسيس راه كتكون 780 درهم لكل مدرب خدام معنا. يعني 4 راه كيطلعوا لنا ب 3200 درهم في لا سينيسيس، وزائد الخلاص ديالهم، وزائد بزاف المسائل. لان رب المؤسسه يعني هاز على الكاهل ديالو بزاف المسائل. لهذا حنا كنطالبوا من الدوله خصها تشوف هذا القطاع بعين من الرحمه. وبما اننا حنا اللي كنشتغلوا في السلم الطرقيه، وحنا اللي كنأهلوا بنادم، لان هذا هو لاباز ديال المهني،
المحترف، لان شنو هو الساس؟ خص الا بغيت الدعم خص الدعم، والساس هو الاول، هو رب مؤسسه تعليم السياقه، لانه يعاني ويعاني. تحياتي واحتراماتي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.